أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، واجعلنا يا مولانا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فقد وقفنا في المرة الفائتة عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يقتضي الأمر من الإيجاب. وقبل أن نبدأ في شرح كلام المصنف، نحب أن نقرر هنا عدة قواعد. تكتبون؟ الذي عليه أكثر الأصوليين أن صيغة الأمر عند الإطلاق أي التجرد عن القرينة، تحمل على الوجوب، إلا ما دل الدليل على أن المراد غيره. واضح الكلام؟ يعني أكثر الأصوليين على أن صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي الوجوب. صيغة الأمر ترد في القرآن الكريم وفي السنة النبوية لأكثر من 20 معنى. إذا خرجت صيغة الأمر عن الوجوب إلى غيره، يعني أنت إذا حملت صيغة الأمر على الند أو على الإباحة أو على التعجيز أو على الإهانة، إذا خرجت بصيغة الأمر عن الوجود إلى غير الوجود لا بد لك من دين. واضح؟ يبقى إذا تناقشنا في أمر وقلت لك الأمر يقتضي الوجود، مثلا في قول الله تعالى: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فاقطعوا الأمر. احنا قلنا في المرة الفائتة صيغ الأمر أربعة: فعل الأمر، واسم فعل الأمر، والمضارع المقرون بلام الأمر، والمصدر النائب عن فعله. فاقطعوا فعل الأمر. إذن هنا نفهم أن قطع يد السارق إذا استوفى الشروط هذا الأمر يقتضي الوجوب. فإن جاء شخص يقول لنا: لا، الأمر في قوله فاقطعوا للند، أو الأمر للإباحة، نقول له: هذا خطأ، لأن قواعد تفسير النصوص أصول الفقه تقول بأن الأصل في صيغة الأمر أنها تحمل على الوجوب ما لم تأتي قرينة صارفة. واضح المشاكل؟ لاحظ أنني قلت أكثر الأصوليين، أكثر الأصوليين. كلمة أكثر الأصوليين تفيدنا أن المسألة محل خلاف. تفيد إيه؟ أن المسألة محل خلاف. فالأكثر من الأصوليين قالوا بأن صيغة الأمر تقتضي الوجوب. واضح؟ وفرق آخرون، بأن ما من شأنه التعبد يفيد الوجوب،
وما من شأنه الأخلاق والآداب فهو للاستحباب. بعض الأصوليين قالوا عندما يرد الأمر في التعبد يفيد الوجوب، لكن عندما يرد الأمر في الاستحباب، عندما يرد الأمر في الأخلاق في السلوك يفيد الاستحباب. فمثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام: سم الله وكل بيمينك، هذا أمر في الأخلاق والسلوك، يبقى هل هذا يحمل على الوجوب ولا يحمل على الاستحباب؟ بناء على هذه القاعدة، أما عند أكثر الأصوليين يحمل على الوجوب ما لم تأتي قرينة صالحة. واضح يا اخوانا؟ شكلكم مش مفهوم؟ مفهوم. طيب، وهذا إذا لم توجد قرينة تعين المراد. أما إذا وجدت القرينة فالقرينة هي التي تجعلنا نحمل على الوجوب، نحمل على الاستحباب، نحمل على الندب، نحمل على الإباحة إلى آخره إلى آخره. وذهب البعض إلى أنه يحمل على الوجوب إذا كان وذهب البعض، مش كده أحسن؟ وذهب البعض إلى أنه يحمل على الوجوب إذا كان متعلقا بالضروريات، ويحمل على الندب إذا كان متعلقا بالتحسينيات. في مقاصد الشريعة في ضروريات، في تحسينيات، وفي حاجيات. في الضروريات قالوا يحمل على الوجوب، وكذلك الأمر في الحاجيات، لأن القاعدة الفقهية تقول الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. شرح ذلك في الأزهر بقى يوم السبت في القواعد الفقهية. السادة الأحناف حنفي؟ ما أنت إيه؟ شافعي. إيه ولا يزول. واضح الكلام؟ وبالمناسبة كذلك النهي بناء على هذه القاعدة، النهي المتعلق بالضروريات يفيد التحريم، والنهي المتعلق بالتحسينيات يفيد الاستحباب. خلاص. المذهب الرابع: الصيغة الأمر تفيد الندب مطلقا. وأذكر أن الغزالي في المستصفى حكى هذا عن الشافعي، لكن الإسنوي في نهاية السول رد هذا القول وقال بأن الأمر عند الشافعية عند الإطلاق يفيد الوجوب. ورجع وراء النوازي معلومات قديمة جدا من سنوات عديدة القراءات دي. أربعة: الأمر يقتضي الندب مطلقا. المذهب الخامس: ألا يقتضي شيئا إلا بالدليل. وأنا أطلت الكلام في هذه المسألة لأنها مسألة مهمة في عباداتنا ومعاملاتنا، هذه من المسائل المهمة. يبقى المذهب الخامس: ألا تقتضي شيئا إلا إذا دل الدليل.
فإن قادنا الدليل إلى الوجوب حملناه على الوجوب في مسألة، إن قادنا في مسألة أخرى إلى الندب حملناه على الندب، إن قادنا الدليل إلى الاستحباب حملناه على الاستحباب. طبعا كل قول من هذه الأقوال أصحاب لهم أدلة، والآخرون يردون، لكن كما قلت مرارا ليس هذا الكلام مناسبا في بداية الطلب ولا مناسبا مع كتاب صحيح. واضح؟ المذهب السادس للمعتزلة قالوا الأمر يقتضي إرادة الفعل، فإن كان من حكيم اقتضى الندب وإلا فلا. الأمر يقتضي إرادة الفعل، فإن كان من حكيم اقتضى الندب وإلا فلا. إيه معناه دي بقى يا عم الشيخ أحمد؟ على أصل يقتضي إلا الإرادة. إيه بقى الإرادة؟ قال إن الأمر يقتضي إرادة الفعل، كان الحكيم دل على الندب يعني معنى زائد على هذه الإرادة، فإذا لم يكن من حكيم رجع إلى أصله. أنا سألتك أنت بالذات لأنك بتقرأ في الجوهر العقيدة. عند أهل السنة الأشاعرة والماتريدية الأمر غير الإرادة، النص يقول بتاع الجوهرة وغايرة وقدرة وإرادة وغايرة أمر وعلما والرضا تماثلا. يبقى عندنا قدرة إرادة وغايرة أمر، يبقى الإرادة غير الأمر. فعند أهل السنة قد يريد ولا يأمر، مش كده؟ قد يريد ولا يأمر، وقد يريد ويأمر، مش كده ولا لا؟ وقد يأمر ولا يريد. واضح في التوحيد. المعتزلة عندهم الأمر لا فرق بين الأمر والإرادة، عندهم فكل ما أراده الله، كل ما أراده الشارع فهو إيه؟ حسن، والحسن إما واجب وإما مندوب، فقالوا نحمله على الأقل وهو الندب. واضح؟ لا. يبقى المذهب السادس الأمر يقتضي إرادة الفعل، فإن كان من حكيم من الشارع فهو للندب. يبقى كم مذهب عندنا كده؟ ستة مذاهب. واضح؟ صاحب مسلم السبوط جاء بصيغة الأمر لعشرين معنى أو أكثر، وتجد بعضا من هذا في البلاغة، في كتب البلاغة، فالعلوم مترابطة، لأن بعض الناس يريد أن يضحك علينا ويقول بأن الأصول علم مستقل. فاهم ولا لا؟ يقول الشيخ رحمه الله: إذا تجردت صيغة الأمر اقتضت الوجوب في قول أكثر أصحابنا. ده المذهب رقم كام؟ الأول الذي عليه أكثر الأصولية. ثم اختلف، أي القائلون بالوجوب، فمنهم من قال تقتضي، يعني دلوقتي عندنا مسألة تانية، الأمر يقتضي الوجوب، فأنا عندما أقول لك مثلا قم هذا يقتضي الوجوب، فعندما يقول الشارع أقيموا الصلاة يقتضي الوجوب، آتوا الزكاة يقتضي الوجوب، خذوا عني مناسككم يقتضي الوجوب. المسألة الثانية، هذا الاقتضاء للوجوب
بوضع اللغة ولا بوضع الشرع؟ يعني الصيغة اللغوية هي التي تدل على الوجوب ولا عرف الشرع هو الذي يدل على الوجوب؟ مفهوم المسألة؟ لنفرض أنه لم يأتي لنا شرع مثلا، وقالت العرب أو جاءت العرب في لغتها قال السيد لعبده قم، يقتضي الوجوب، ولا لابد لكي تفيد الصيغة الوجوب لابد من تحديد الشرع؟ الخلاف، الاختلاف، فمنهم من قال تقتضي الوجوب بوضع اللغة، ومنهم من قال تقتضي الوجوب بالشرع. شو الفرق؟ يعني ما الذي ينبني على هذا الخلاف؟ خد بالك يا، هذا الكلام يطرأ في ذهني الآن من التدريس من جديد، لأني أحذر بعض الطلبة الذين تعجلوا وعاوزين يبقوا مشايخ بسرعة، يعكفون على النت يسمعون شرايط ويدرسوا. لابد في العلم من المشافهة، انك تجلس مع الأستاذ تناقشه في عبارة كذا إلى آخره. هذه عنت لي الآن، يعني أنا لم أقرأها. إيه اللي يترتب على الفرق لو قلنا باللغة لو قلنا بالشرع؟ عندنا قاعدة، الأوضاع اللغوية أعم من الأوضاع الشرعية. فاللغة قد تنسحب على الشرع لا العكس. كلمة الحج في اللغة القصد، لكن كما قلنا في الشرع قصد البيت الحرام لأداء النسك، يبقى المعنى اللغوي عام. كلمة الزكاة الطهر، المعنى اللغوي عام، مش كده يا سيدي؟ يبقى المعاني اللغوية أعم من المعاني الشرعية. فلو قلنا بأن صيغة الأمر تقتضي الوجوب في اللغة، قد لا تقتضي الوجوب في الشرع. لكن بناء على القاعدة التي قلتها، لو أنها اقتضت الوجوب في الشرع فلابد أن تقتضي الوجوب في اللغة. ليه؟ قال لأن الشرع في هذا الباب، في باب الدلالات، الشرع استقى الدلالات من اللغة، من لغة العرب. فهمنا؟ يبقى لو قلنا بأن الصيغة تقتضي الوجوب في اللغة، يبقى في هذه الحالة قد يأتي الأمر في اللغة للوجوب، لكن لا يلزم منه أن يأتي الأمر في الشرع للوجوب. واضح الكلام؟ يقول: فمنهم من قال تقتضي الوجوب بوضع اللغة، ومنهم من قال تقتضي الوجوب بالشرع. هذا المذهب الأول اللي حكيناه. ومن أصحابنا من قال تقتضي الندب. ومن أصحابنا من قال تقتضي الندب. وقال بعض الأشعرية: لا تقتضي الوجوب ولا غيره إلا بدليل. المذهب رقم كام اللي مليته لكم؟ يبقى الكتاب جاب ثلاث مذاهب الآن. وقالت المعتزلة:
الأمر يقتضي إرادة الفعل، فإن كان ذلك من حكيم اقتضى الندب، وإن كان ذلك من غيره لم يقتضي أكثر من الإرادة. يبقى الشيخ حكى لنا أربعة وأنا جبت لكم مش عارف كام، ستة. الشيخ رحمه الله اختار المذهب الأول أنها تقتضي إيه؟ الوجوب. فقال: والدليل على أنها تقتضي الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فدل على أنه لو أمر لوجب. عندكم إيه في الطبعة اللي معاكم؟ وبعدين أنا عندي ولو شقة مش ماشية معايا، فلعلها وشقة لعلها، فدل على أنه لو أمر لوجب وشق وتمشي. يعني ينفع انا في نسخه فيها من غير لو وفي نسخه فيها، فانا بوجه النسخه الاخرى اللي ما فيهاش لو. ولان نعم تنفع الاثنين يعني تكون وجوب وحتى مع المشقه على ايوه تنفع الاثنين. انا بتكلم على النسخه التي ليس فيها لو. ولان السيد من العرب اذا قال لعبدي اسقني ماء فلم يسقه استحق الذم والتوبيخ، ولو لم يقتضي الوجوب لما استحق الذم عليه. يبقى الشيخ جاء لك بدليلين، دليل من الشرع ودليل من اللغة، وبناء على الدليل الثاني عندنا في القرآن لما ربي سبحانه وتعالى أمر إبليس بالسجود فأبى، ذمه الله ووبخه، فلو لم يكن الأمر للوجوب لما وبخه الله وذمه على ترك السجود. وفي آية أخرى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. مش كده؟ كل ذلك يدل إيه؟ يدل على أن صيغة الأمر التي اختارها الشيخ، المذهب الذي اختاره الشيخ، أن صيغة الأمر عند التجرد عن القرائن تفيد الوجوب. واضح؟ فصل. لكن شوف الشيخ برضو أنه لفت نظرنا الحاجة أن المذهب اللي اختاره أتى له بالدليل، لأنه لا ترجيح إلا بدليل. لكن ممكن نعترض على الشيخ ونقول له: أنت لم تأتي بأدلة الأقوال الأخرى، وهذا يسمى عند علماء البحث والمناظرة بالنقد المكسور. لكن الشيخ ربما يقول: أنا قلت لكم أكتب الكتاب للمبتدئين، من أراد الإطالة والرد والأخذ فليرجع إلى المطولات. فاهم يا مولانا؟ يبقى مرارا وتكرارا الشيخ عاوز يقول لنا إن العلم سلم درجة درجة، لا تنتقل من الدرجة الأولى إلا بعد إتقانها تصعد للثانية وللثالثة وللرابعة. بعض الطلبة وبعض المدرسين عندهم شهوة، فالطالب لسه لم تكتمل أدواته في الدرجة الأولى أو يريد أن يصعد للدرجة العاشرة. أيوة يا مولانا، الشيخ محمد الغزالي رحمه الله لو كتاب السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث
في المقدمة على ما أذكر طبعا من زمان. المعنى النص مش حافظ، لكن يقول في ناس تدخل المسجد تلتزم يوم السبت ويناقش في الأدلة يوم الأحد ويرجح بين الأقوال الأئمة يوم الاثنين ويخطئ أبا حنيفة ومالكا يوم الثلاثاء. بلاش ذكر ربنا يعلمنا وقبل العلم الأدب، لأن قد نجد ناسا عندهم علم لكن ما فيش أدب. قابلنا شباب صغير كده يقول لك أبو حنيفة ده من أهل الرأي، ده مبتدع. أي والله كده. وإحنا الآن كما قلنا في لا نجاة لنا من هذه الفوضى إلا الأدب والعلم. نعكف على هذا العلم نتعلم، ولا تلتفت بقى بعد فترة من الزمن تتكشف الأمور. فصل، فصل اللي جاي ده الشيخ عايز يقول إنه فيه الأمر بعد الحظر ماذا يفيد؟ يعني عندنا حظر، عندنا منع من الشارع، ثم رفع هذا المنع. كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. في نهي حظر عن زيارة القبور، ثم النبي عليه الصلاة والسلام رفع هذا الحظر وقال زوروا، جاء بالأمر. بيسمى عند الأصول الأمر بعد الحظر. فيها مذهبين يحكيهم الشيخ. الأصح عبارة الغزالي الأمر بعد الحظر كالأمر قبل الحظر. نعم سيدي. شمالة الإمام مش قال هذا الترابيزون؟ شمالة الإمام إن هذا رأيه؟ هذا رأي ابن الهمام وأكثر الأصوليين. الأمر بعد الحظر ده هذا مذهب كمان الحنفية المعتمد، أن الأمر يفيد الوجوب عند الحنفية سواء. مش أنت حافظ نسيت اختصر المناطق، سواء كان قبل الحظر أو بعد الحظر. ده مذهب الحنفي. لكن الغزالي غير، الغزالي بيقول الأمر بعد الحظر كالأمر قبل الحظر. يعني إيه؟ يعني الغزالي يقول إذا كان الأمر قبل الحظر للوجوب فهو بعد الحظر للوجوب، يعني بعد رفع الحظر. دلوقتي الله سبحانه وتعالى أمر بالصلاة، الأمر ده يفيد إيه؟ الوجوب. الوجوب. ولا الندب يا مولانا؟ بعدين قال النساء وقال إذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، يبقى حظر، يبقى أمر الشارع بالصلاة ثم في هذه الحالة عمل الشارع حظر نهى، ثم قال عليه الصلاة والسلام فإذا أدبرت الحيضة فصلي، يبقى في قوله صلى الله عليه وسلم فصلي الذي جاء عقب حظر هذا الأمر قوله فصلي بناء على قاعدة الغزالي وغيره يعود إلى الأمر قبل الحظر. الأمر قبل الحظر بالصلاة كان للوجوب، إذا فصلي الأمر للوجوب. طبعا في كثير من الأحيان لا يكون هناك أمر قبل الحظر أصلا. كنت نهيتكم عن الإخبار لهم
هذا صبر العادة. فهمنا المثال ده؟ اكتب عبارة الغزالي: الأمر قبل الحظر، الأمر بعد الحظر كالأمر قبل الحظر. يعني إيه؟ يعني الأمر بعد الحظر إن كان قبل الحظر للوجوب فللوجوب، إن كان للندب فللندب، إن كان للاستحباب فالاستحباب، إن كان للإباحة فللإباحة. المثال الذي ذكرته لكم يفيد أن الأمر بعد الحظر يفيد الوجوب كما كان الأمر قبل الحظر يفيد الوجوب. واضح؟ قال: ومثال الاستحباب: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. زور القبور ده أمر بعد حظر. طب وقبل النهي عن زيارة القبور كان الأمر بزيارة القبور ليه؟ للإباحة أو للاستحباب. فنحمله إن كان على الإباحة للإباحة، إن كان على الاستحباب للاستحباب. واضح يا سيدي؟ طيب، وإن كان الأمر قبل حظر للإباحة ثم جاء حظر ثم جاء أمر، كما في قوله: وإذا حللتم فاصطادوا. الصيد وأنت في الحل ما حكمه؟ مباح، مش كده؟ ثم حذرنا الشارع من الصيد ونحن إيه؟ ثم جاء الأمر بالصيد بعد الانتهاء من الإحرام، يبقى هذا الأمر للإباحة. يبقى تحط الأكلاشين في دماغك: الأمر بعد الحظر كالأمر قبل الحظر، مش كده يا سيدي؟ مفهوم الكلام؟ في عبارة أنا نقلتها من تفسير ابن كثير جميلة في هذه القاعدة، يقول: والصحيح الذي يثبت على الصبر، يعني لما تصبر الأدلة، والصحيح الذي يثبت على الصبر أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل الحظر، وهو الذي تنتظم به الأدلة. يعني لما تجمع الأدلة كلها تلاقي مرة للحظر، مرة جاء للإباحة، مرة جاء للندب، مرة جاء للاستحباب، مرة جاء للوجوب. ابن كثير يقول: والصحيح الذي يثبت على الصبر أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل الحظر، وهو الذي تنتظم به الأدلة. اتفق تقريبا مع مضمون كلام المزيد. يقول: فصل. وردت هذه الصيغة ابتداء، هي صيغة الأمر، أو وردت بعد الحظر فإنها تقتضي الوجوب. وقال بعض أصحابنا: إذا وردت بعد الحظر اقتضت الإباحة. والدليل على أنها تقتضي الوجوب أن كل لفظ اقتضى الإيجاب إذا لم يتقدمه حظر اقتضى الإيجاب، وإن تقدمه حظر كقوله: أوجبت وفرضت. الشيخ عرض كلام الغزالي؟ لا، الشيخ عرض لمذهبين إنه يقتضي الوجوب الأمر لم يأتي عقب حظر للوجوب أو للإباحة. بنقول: بناء على هذين المذهبين لا تستقيم الأدلة. لما نجمع الأوامر الشرعية كل أمر جاء عقب حظر، لو خدنا بمذهب الوجوب لا يستقيم، لو خدنا بمذهب الندب لا يستقيم، لو خدنا بالمذهبين معا لا يستقيم.
واضح يا مشايخ؟ نعم. الغزالي رأي وسط توسط. مش توسط الإمام الغزالي، العود به إلى ما قبل الحفظ. يعني كأن الغزالي يستصحب ما قبل الحفظ. واضح يا مولانا؟ فصل. إذا دل الدليل على أنه لم يرد بالأمر الوجوب لم يجز الاحتجاج به في الجواز. الغزالي عبر تعبير أحسن من كده، قال هل نسخ الوجوب يقتضي الجواز أو لا؟ تبقى بالقلم كده تثبت المسائل. نسخ الوجوب هل يقتضي الجواز أو لا؟ دلوقتي يا مشايخ عندنا أمر، لما قلبنا هذا الأمر على بساط الوجوب وجدنا أنه لم يرد به الوجوب، ارتفع الوجوب عن الأمر. هل لما يرتفع الوجوب يبقى هذا الأمر يقتضي الجواز؟ شو الفرق بين الوجوب والجواز؟ الوجوب ما تعاقب على الترك، ما تعلق، عبارة الشيخ القديمة، ما تعلق العقاب بتاركه أو بتركه. الجواز، وما تسألنيش عن حاجة وما تمسكش القلم، الجواز يرد لستة معاني، ما تمسكش حاجة، ده عايز لها شهر. وصعبة. فهنا الشيخ أولا عشان نفهم عبارته، ما المراد بالجواز؟ يعني هو يقول إذا دل الدليل على أنه لم يرد بالأمر الوجوب لم يجز الاحتجاج به في الجواز. نحمل الجواز هنا على إيه؟ قال لي على عدم الامتناع من الفعل. الإذن العام. المذهب الأول الشيخ بيحكي بيقول هذا الأمر ارتفع عنه الوجوب، قال إذا دل الدليل على أنه لم يرد بالأمر الوجوب لم يجز الاحتجاج به في الجواز. يبقى ارتفع الوجوب، الشيخ عايز يقول لي، وارتفع مع الجواز. ما تقوليش ارتفع الوجوب فهو جائز. ليه؟ بنسأل الشيخ ليه؟ قال لأن سقوط الوجوب يسقط معه الجواز تبعا. ما هو ضمنه، داخل ضمنه. لأن الوجوب يزيد على الجواز بأن العقاب يتعلق بالترك. فالشيخ عايز يقول على المذهب الأول سقوط الوجوب سقوط للجواز، ما تحتجش بيه على الجواز. ومن أصحابنا من قال يجوز، هذا المذهب الثاني، إذا سقط الوجوب بقي الجواز. ليه؟ هو يقول عنهم بعد قليل. قال والأول أظهر، الأول أظهر سقوط، احفظها كده حطها على الهامش، سقوط الوجوب سقوط للجواز في الأظهر. هو العلم تحفظ كده؟ مش هتقدر تحفظ كده؟ نعم. يعني إيه المسائل؟ شفت الشيخ بيوفر لك قد إيه بقى؟ أنت ممكن تقعد تقرأ دي في البيت وتقعد. سقوط الوجوب سقوط للجواز في الأظهر. خلاص؟ ليه؟
قال لأن الأمر لم يوضع للجواز وإنما وضع للإيجاب، والجواز يدخل فيه يعني في الوجوب على سبيل التبع، فإذا سقط الوجوب سقط ما دخل فيه على وجه التبع. ولكن لله الجواز قسيم للوجوب. الآخرون معلش اسمح لي أقول حاجة، في مشكلة عند الطلبة، يعني إحنا الآن بنصور، مش أنا ما أقصدش الشيخ، أنا أقصد عموما إحنا بنصور مذهب. أنت الآن بتدافع عن المذهب الثاني أو بتعترض عن المذهب الأول، ده مش كلامنا. فأنت أنت تشرح للطالب مذهب فقول بس كذا، ما أنا ما أخبرش اللي الشيخ عايز يقوله، ده الرأي الثاني اللي قال إن سقوط الوجوب لا يسقط الجواز. ليه؟ الجواز عام. الجواز إيه؟ أعم. والوجوب أخص. مش كده يا سيدي؟ الجواز إيه؟ الإذن. هذا الإذن يندرج فيه الوجوب، يندرج فيه الند، مش كده؟ صح ولا لا؟ يندرج فيه الإباحة. فهو يقول الرأي الثاني سقط الوجوب الذي هو فرد من الجواز من الإذن، يبقى معنا فردين، يبقى معنا الند ويبقى معنا الإباحة. فهمت يا مولانا؟ واضح الكلام؟ مثال حاضر. أنا ما أريدش مثال لكن أخترع مثال. صوم يوم عاشوراء. نعم. صوم يوم عاشوراء مثلا. ممكن نطبق عليه هذا. صوم يوم عاشوراء فيه خلاف. يعني بعض المفسرين يقول كان فرضا. أولا. دي مسألة فيها خلاف. دلوقتي أنا قلت لك يجب عليك أن تخرج الآن من القهر، وجوب. ولو حملنا على المذهب الأول إن الأمر الوجوب وقلت لك أخرج من القهر هذا وجوب. فمولانا الشيخ يسري رضي الله عنه قال يا أستاذ معلش وتشفع وشفاعة الصالحين مقبولة، فقلت لك خلاص تقعد تخرج انت حر. لما انا رفعت الوجوب الان، رفعت الوجوب اللي هو ايه؟ الخروج نسخ. قلت له خلاص يبقى الجواز ان هو يقعد او يخرج، ولا لا يبقى الجواز ويدام سقط الوجوب سقط الجواز معه؟ يبقى الجواز. على المذهبين. أنا عايز لو واحد منكم ذكي يقول لي على المذهب الأول الشيخ ده يقعد ولا يخرج، وعلى المذهب الثاني الشيخ ده يقعد ولا يخرج. المذهب الأولاني يخرج. لا ما أنا رفعت الوجوب يا شيخ. أنا قلت له اخرج هذا للوجوب. الشيخ تشفع فيه قلت خلاص رفعت الوجوب. سقطت جواز خروجه لازم يخرج. نعم؟ سقطت جواز خروجه لازم يخرج. ليه لازم يخرج؟ ربنا ادانا ودينا. اسمع واحد بس. شو نستفيد؟ على المذهب الاول نسخ الوجوب ان يخرج. انا رفعت. هل يجوز له في هذه الحالة أن يبقى وأن يخرج؟ على الأول لا يجوز. على الأول لا يجوز. على المذهب الثاني يبقى الجواز. قلت له يا عم خلاص رفعت الوجوب. قال لي طب أنا هخرج. يجوز.
لأنه الجواز باقي يقعد أو يخرج، الإذن باقي. فهمتم يا مشايخ؟ ها؟ وعيب أصول المتكلمين أنها قليلة الأمثلة. لكن لما تقرأ عند السادة الحنفية تجد الأمثلة غزيرة، لأن الحنفية يستنبطون الأصول من الفروع، وتسمى في المنطق بطريقة الاستقراء. والمتكلمون الشافعية والمالكية يقاعدون القواعد أولا ثم يستخرجون الفروع على القواعد. يعني المتكلمون يهبطون من علو إلى سفل، من القواعد الكلية إلى الجزئيات. الأحناف يصعدون من الجزئيات إلى الكليات. فالمتكلمون أشبه بالمنطق القديم، والأحناف أشبه بالمنطق الحديث. والمنطق الحديث هو الذي يسود العالم الآن. ماشي يا مولانا. الأحناف يسود العالم. نعم؟ فالأحناف إذن يسود العالم. هذا صحيح. باب الساعة، عندنا الساعة. تجاوزنا الساعة، ساعة وربع الآن. باب في أن الأمر يقتضي الفعل مرة واحدة أو التكرار. مسألة في الأصول، هل الأمر يقتضي التكرار أو لا؟ أنا عندي درس يوم الأربعاء في مسجد في مصر الجديدة بعد العشاء، نهار الشتاء قصير، بل مروح انا بيتصلوا بيا لقوني نايم واقفل التليفون، بقالي شهرين ما رحتش، من ساعة ما جيت هنا في هذا المكان. معانا يا مولانا؟ هل الأمر يقتضي التكرار أو لا؟ هملكوا المذاهب، بعدين التفصيل في المرة القادمة إن شاء الله. ماشي يا سيدي؟ والأمر من حيث التكرار وعدمه ثلاثة أنواع. النوع الأول يقيد بما يفيد الوحدة فيحمل على ما قيد به ومن ثم لا يقتضي التكرار. بما قيد به ومن ثم لا يقتضي التكرار. اثنين، يقيد بما يفيد التكرار ومن ثم يحمل على التكرار. ثلاثة، الأمر المطلق فيه خلاف والصحيح لا يقتضي التكرار، إذ إن صيغة الأمر لا تدل إلا على مجرد إدخال ماهية الفعل في الوجود لا على كمية الفعل. دول الثلاث سطور دول الشيخ يحكي فيهم الصفحة بحالها. الأمر ثلاث أنواع. جاءنا أمر مقيد بما يفيد المرء. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقال الأقرع بن حابس: أفي كل عام يا رسول الله؟ الجواب إيه؟ لو قلت لا وجب. يبقى قيده بالمرء. يبقى هذا الأمر بالحج
مرة في العمر؟ وهل الأفضل في الحج أن يكون الوجوب على الفور ولا على التراخي؟ خلاف بين الفقهاء. وعند السادة الحنفية يحمل الأمر في الحج على الفور، فإن يؤخره لعام ثاني يأثم لديه لا لدى الشيبان، يعني يأثم لدى الإمام. النوع الثاني قال الأمر مقيد بما يفيد التكرار، كما أقول لك مثلا احضر الدرس أبدا يبقى تحضر كل مرة، أو قيد الأمر بشرط أو بوصف وإن كنتم جنبا فتطهروا، هذا الأمر يقتضي التكرار. والسارق والسارقة فاقطعوا، هذا الأمر يقتضي التكرار. ليه؟ قالوا لأن الشرط والوصف بمنزلة العلة، وكلما وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. النوع الثالث الأمر ليس معنا قرينة للوحدة ولا للتكرار، هو مطلق، قال فيه خلاف والصحيح لا يقتضي التكرار. قال ليه؟ قال لأن صيغة الأمر لا تدل إلا على إدخال ماهية الفعل في الوجود. أنا قلت لك قم، هذا أمر، خلاص كل ما جدست تشوفني تقف تقف تقف، لا، لأن أنا لما قلت لك أن قم فأنت قم أدخلت فعل القيام في حيز الوجود. أما التكرار لا يستفاد من صيغة الأمر. وبناء على هذا نحن مأمورون على سبيل الاستحباب أن نجيب المؤذن. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه عليه الصلاة والسلام. خد بالك، أنا استمعت إلى المؤذن في سيدنا الحسين أذن أولا فأجبته، ثم بتاع الأزهر اتأخر خمسة وأذن بعدي، هل أجيبه من باب أن الأمر يقتضي التكرار؟ ولا لا أجيب بما أنني أدخلت ماهية الفعل لما استمعت إلى المؤذن في سيدنا الحسين في حيز الوجود؟ بناء على الصحيح لا أجيب السهل. السهل مقيد بشرط. نعم. السهل مقيد بشرط. اللي هو. إذا سمعت. طيب أنا سمعت. ويقتضي كلما اقتضت كلما تكرر الشرط. لا. الأمر هنا. لا. التكرار الشرط لما اسمعه في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، انما انا الان فقولوا مثل ما يقول، فانا قلت مثل ما يقول. انما التكرار في الشرط ده لما اسمع المؤذن في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم صلوا عليه. الجماعه غير الازهريين يقول لك الصلاة على النبي بعد الأذان بدعة، مش كده؟ طيب وماذا نفعل في قوله ثم صلوا علي، أمر ولا مش أمر؟ أمر ولا لا؟ أمر، مش كده؟ وأمر مطلق عن الزمان وعن المكان. والقاعدة الأصولية الأصل في الأمر المطلق أن يحمل على إطلاقه ما لم يرد دليل التخصيص. أم هو يجي يقول لك لا صلي عليه سرا، النبي ما قالش سرا. هذا القيد أنت تخترعه من ذهنك، أنت المبتدع، لأنك تخترع قيدا زائدا على الشرع. النبي قال ثم صلوا عليه، لا ألف السر ولا ألف العلم، لا قال جهرا ولا سرا. يبقى أنت لما تقيد هذا الأمر المطلق بقيد لم يأتي في الشرع أنت المبتدع، مش كده يا سيدي؟ صح.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.